Giddy up. Of power should draw from it. That's it, Roach.
زبد الاعلام والغباء طول الوقت قاعد اسولف ومدري ايش. في النهايه طلع شو اسمه طلعتها حاط ميوت. فيني غباء صراحه. الزبده رحت علامه الاستفهام. طبعا قريت في النت ان لازم اروح علامات الاستفهام اللي في الخريطه. ف رحت علامة الاستفهام اللي كانت هنا، كان في دب قاتلته وهزمته، وبعدين رحت علامة الاستفهام من هنا في الجسر، وفي علامة استفهام هنا فبروح لها الحين. باقي لي بس 100 XP وادخل او هناك الاخضر، باقي لي 100 XP وادخل ليفل 5. شوف دمي صار فل، اخذت بيرك يزود دمي مع الوقت. ايش ذا يا عمي البلاتنم 1 و2؟ اوه من نوع اللي ناس. طيب هذول بستخدم ضدهم فاير. طيب فاير اخر والله الضربة واحدة. اه هروب. طيب ليش تنزل؟ طيب فاير انت وياه. خذ انت بعد. في واحد يطلق اسهم وينه؟ تعال انت. ليش اقص راسك كذا قص. تطلق اسهم من بعيد زي النسوان. تعال واجهني وجه لوجه. اعطوني ايش اللي عندكم انت؟ اعطوني ايش عندك؟ فلوس. اوه جي في نكتة هنا. وين هاي هذا؟ هذا مكانهم. طيب في كنز عندهم شيء مخبينه. كونوا والله ايش ده والله كويس. اخذت لي كم حاجة اشوف. علامة تعجب ثانية بسرعة قدامي. وينها؟ على البحر. هذه هي حصاني بسرعة. الى المنطقة. والله الغابة اهنيهم يعني مرة ضابطينها كالناس. اوه ما اقدر انزل. الزبدة لازم اروح على البحر كذا، الساحل البحر، لان المنطقة هناك. ف اتوقع لازم انزل. ثاني ابقى اللي هو هذا الساحل. خلنا على الفاير. اوه في صندوق هنا. ايش فيه؟ ماك شيء. ما في احد هناك. اوه فيها اطفال هنا. ليفلهم كم؟ 4. اوكي زي تقريبا. تعال انت وياه. فاير. ليش؟ هروب شوي. طب هروب. خلاص ما في شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. والله قاعد اضربه من نوع ما يهتز جسمه، دليل انه في غش. انا برجع له الحين، برجع له بل عن جدفه. ربيهم الحين التربية السنعة، علمهم الأدب. يضربوني أنا يضربوني أنا. افتكيت من الكهف هذاك. والله التحميل هنا بسرعة ما هو زي قبل. تعلم نشوف. يا سلام إلى المنطقة اللي هناك. بس ما ادري انا اخذت اللي اخذت الكنز هنا صح؟ بس ما ادري اذا خزن هو على الكنز ولا لا. رسميا اخذته الى منطقة الساحل. والله الوحوش اللي هناك انا حاطهم في بالي، لازم اربيهم تربية. وخر
انت انت حصان فكري صراحة، ما ادري ليش انت نفسك زي كذا. هم العين جدك اللي هناك وينهم وينهم؟ هم هنا كانوا؟ لا سوري ما كانوا هنا، كانوا في جهة ثانية. anyway اليوم الجمعة، اليوم بيفتح ال تفتح البيتا حقت ديفيجن. جربت اللعبة من قبل بس بدي اجربها اليوم معك اشوف كيف تكون اللعبة. ما تعمقت فيها كثير ف اصبر. صراحة اني اقاتل اثنينكم في نفس الوقت انتو تسوون الضغط، خل اجيبوا واحد يقاتلني وادبه. ايوه تعال انا اوريك. لحظة لا تشرب، تعال 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 الكلب تعال. ايوه هذا يبغى سيطر على الدماغ بعدين اقول لك تعورت تعورت صح؟ هيك هيك كذا الادب كذا التربية السنعة. انت تعال تعال ايش فيك خالص حبيبي؟ سيطر على العقل. اي خليك كذا موقف انتظرني لما اجيك شوي. تأخرت كذا خذ خذ ايوه كذا التأديب. عطني اللي عندك انت بعد عطني. اوه في ثانيين هناك، تعالوا تعالوا. ايش هذا هنا؟ اوكي يا حلو انت. هاي بشويهم شوي وبهرب. طب لحظة خد ليش ليش ليش؟ ايه تذكرت هذا هنا، هنا قنابل هذه فرصتي اجيبهم عندها. خد حركتها والله حركتها والله الانفجار حقها قوي. خد ايه ايه والله مات. تعال 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 وين في واحد ثاني كانت هنا يا عمي ظهر طاحت في النار بالبحر. خذ لك نار بعدين بعدين. طيب ايوه يا سلام الحين بقى واحد سيطرة. ايه من وين جاء ذاك؟ بخر انا ما امدح ما امدح. طاير خذ واحد مات باقي ذاك كلهم ماتوا. طيب في كنز هنا. ايوه هذا هم. هلا بوي اوف دروع واسلحة. هنا بعد فيه لوت نايس. حلو حلو. طب ابغى اطلع الحين من اوكي هناك. خليني اكون مفعل ذا ويتشر سنس لانه احيانا كذا يطلع لي كنز رمى بنفسجي من تحت البحر ولا شيء. فاحيانا يحطون تحت البحر كنوز كذا زي اللي غرقان. اي شغلات غريبة في اللعبة. شوف جثث معلقة من النوع اللي زي شو اسمه في ناس اشرار وكذا يعني انهم يعذبون. ايه يعذبون ضعفاء بس عندي والله لا ربيهم. اوه مونستر نيست. يعني المكان اللي شو اسمه اللي يطلعون منه الوحوش. بس بخليه بعدين، ابغى اروح علامات تعجب صراحة او علامات الاستفهام. ما ادري ايش فيني انا لخبط استفهام. اتذكر هذا كنت اجيه بس ما يصير شيء. في واحد هنا شوي بعيد. اول شيء المنطقة دي ما فيها تقريبا شيء. باك ما فيها. فبروح عند اي هذا اللي وراي. ها
يخليني انتقل بسرعة من منطقة الى منطقة. فاست ترافل يعني فاست ترافل ايه مثل ما اركب حصان هذا على طول يوديني اللي هي اللوحة هذه يكون عليها شعار لون اخضر في الخريطة تضغط عليها اكس بتوديك عند اي لوحة ثانية في لوح من شهرة هذه لوحة لونها اخضر انا ابغى اروح اللوحة اللي ابغى اروح هذا العالم تعجب في لوحة هنا جنبها ابغى اروح لها بسرعة طبعا لازم لودينج شوي ما يطول يعني excuse me حصاني وينك excuse me شوف وين الحصان معانا الله جذبك جابك تحت يا خرب خلاص بمشي شوي قدام تصفير حصاني تعال تعال ودني بسرعة علامة هذا الاتفاهم hopefully اوه هذه علامة الاستفهام يزينها من علامة لا 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 مو كذا مو كذا ترحب بالناس لحظة صراحة ابو اسهم اول واحد ابو اروح له اسحب عليهم كلهم ابو اسهم ليش تسوي جدك على غير ليش؟ اي الحين تعالوا خذ طيب خذ لهب انا بفهم ليش ما يموتون دول خذ بعدين خذ بعدين هذا الكلب اذا بقى واحد ايش نسوي كالعاده اسيطر على العقل ثم كل بكل بساطه اذا بقى واحد اسيطر على عقله اوكي صراحة على كثر ما اخذت منهم مؤونة وشغلات اتوقع الحين عندي فود خلينا نطلع الانفنتوري ونشوف ايش ذا فود ريجنريشن اي هذا هو روستد تشيكن جيبو سام فوق اي خلي الدم يتعبى شوي هلا 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 ريكونوز هي هي عطوني عطوني اوف شفت المكان والله غرقوني بالجوائز والهدايا خذ اتوقع ان هنا خلاص هذه علامة تعجب كويس علامة التعجب اللي بعدها وينها؟ استفهام ايش فيني تعجب؟ نشوف هذه المنطقة ما فيها اوه هنا في يعني يبغالي ايش؟ فاست ترافل ما يحتاج فاست ترافل خلاص بروح بالحصان تعال بسرعة نشوف الشجرة صح؟ دفتر ايه اطلع اوه لحظة لحظة وقف كأني شفت غزال وهذا تعال انا ابغى لحوم اصلا لحظة انا عندي فكرة سيطرة ايوه وقف كذا رو ميت جيب اضغط على L2 اكتشف في هنا ضحايا ولا شيء انا كنت شفت قطيع من الغزلان فجأة اختفوا يا غزال انت فيها وينك يا غزال هلا والله هلا او شيء ليش تلحق ليش تلحق غزال وقف انت يا الذيب لا تلحق المخلوقات الضعيفة خلها لي انا
احنا غزر وين راح؟ والله والله هنا في شغلات كثير. والله في هنا حيوانات ميتة كثير. علامة الاكس الموجودة في الخريطة ما ادري تشوفها ولا لا. روميت روميت ثاني. وهنا بعد في صح؟ والله شكل الذئاب موتت هنا من قبل. والله ممتاز مكان مليء باللحوم. هنا اوف اوف ايه عرفت ليش الحين. تعال 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 انت هنا لا بالغابة. اه خلاص صار عندي لحوم كثير. وين حصان؟ حصان تعال. المفروض اول واحد اذبح واخذ منه اللحوم الحصان ذا الكلب. بس حرام من يوديني كذا. لا لا كنت امزح معك بس عشان كذا يعني تعرف اسوي جو. اقول امشي اقول لك امشي شو اسمه الغزال. اوكي قربت من المنطقة. لا 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 يا اخي حلو التمشية في اللعبة دي انها تاخذ حصان كذا تحس ما تمل من المناظر اللي في اللعبة. لازم نوقف عشان استمنا تحت استمنا الهوس. اوكي تعبت ليتس جو. اوه هذه علامة ورا. وقفوا انا كنت شفت واحد لوحده ف بحط السيطرة على العقل. اسيطر على العقل. وين راح؟ سيطر على العقل ولا سيطرت؟ طيب ايش ذا؟ مو تتأثر. وقف وقف بس. طيب طب خذ فاست اتاك مات رسميا قدامي. تموت سامع ولا لا؟ فين الكنز بسرعة؟ اوه هذا هو هذا الكنز. لونه برتقالي. شت 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 في سم في سم. اي تذكرت اذا في سم ايش تسوي؟ الموجة راح السم. كويس اخذت هذا الكنز اللي هنا. في شيء قدامي. اوكي لا في موج الامواج هذه مع الموجات اللي تطلع كذا معناها اشرار حولك يعني ممكن ذئاب ممكن اي شيء. المهم خلونا نروح على علامة التعتب ثانية ولا اقول اتوقع بوقف البث لانه 25 دقيقة اتوقع كثير مرة. اتمنى اني استمتعتوا واسف جدا جدا على اول بدري كم 10 دقائق اظن بدون صوت حاط على الميوت ولا ادري. فالمعذرة والسموحة ونتمنى لكم يوم سعيد.